على وقع قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي تضاعفت الضغوط الدولية على السلطات السعودية، ويأتي الملف اليمني على رأس التناولات كميدان أول لتلك الضغوط. أهلا بكم. خلال الأيام الماضية دفعت قضية خاشقجي بالدور السعودي في اليمن إلى الواجهة، اليمنيون يخشون أن تدفع الضغوط الدولية على السعودية باتجاه صفقة سياسية على حساب اليمن التي تكابد حربا كارثية. يرى البعض أن التطورات ربما تدفع فعلا في هذا الاتجاه. يعتقد هؤلاء أن الحكومة الشرعية لم تفعل ما يجب عليها لكي يكون الملف اليمني خارج حسابات الصفقات التي لا تأخذ بالاعتبار تطلعات اليمنيين، لينتج عنها سلام مشوه يبقي على ميليشيا الحوثي أقوى الأطراف على الساحة. يطالب هؤلاء بتحرك حكومي من أجل استعادة السيطرة على ملفات الأزمة اليمنية التي يقولون إنها لطالما بقيت بيد التحالف منذ اليوم الأول، كما يرون أن الفرصة الآن مواكبة لتعزيز دور السلطة الشرعية لتعود الأزمة يمنية بشكل كامل، وذلك مع الحفاظ على دور التحالف الداعم. إذن لماذا يجب أن يبقى الملف اليمني ساحة للمساومات من الأساس؟ وكيف ستتعامل السعودية مع الضغوط الدولية فيما يخص الملف اليمني؟ وما الذي يفترض ويفرض على الحكومة ما الذي يفترض عفوا على الحكومة الشرعية عمله لمواجهة محاولات المضي بالأزمة اليمنية في اتجاهات لا تخدم اليمنيين؟ هذه التساؤلات وغيرها سنناقشها في هذه الحلقة مع كل من عضو مجلس الشورى السعودي السابق دكتور محمد الزلفة من الرياض، ومن باريس الباحث القانوني فؤاد عامر. أرحب بكما ضيفي الكريمين، وأبدأ معك أستاذ فؤاد إذن بالسؤال المشترك: كيف ستؤثر الضغوط الدولية الحالية على السعودية في تعاملها مع الملف اليمني؟ نعم، مرحبا بك وبضيوفكم المشاهدين. اليمن هي في قلب الأحداث منذ يعني الأزمة الأخيرة التي عصفت بالسعودية فيما يتعلق بمقتل الصحفي جمال خاشقجي. لا يتم تناول اليمن في أي من المحافل الدولية، سواء في الإعلام الغربي أو في المؤسسات الرسمية أو في الدوائر الكونغرس أو في المؤسسات الأوروبية في جميع الدول الأوروبية، إلا ويتم ربط الحالة اليمنية فيها، بما يوحي بأن قضية خاشقجي لم تكن إلا هي عبارة عن الدملة التي تم فقأها إنجاز لنا التعبير لكي تفتح المجال لنبش كل الممارسات التي كانت محل تساؤل إزاء المملكة العربية السعودية، سواء تجاه تدخلها في اليمن أو تدخلاتها في أماكن أخرى في لبنان وفي ملفات أخرى في المنطقة العربية. لكن ما يهمنا نحن هو يعني ما يحصل من تغيرات فيما يتعلق بالشأن اليمني. نلاحظ أن المملكة العربية السعودية في الوضع الحالي، نلاحظ أن هناك السعودية حينما قامت بتدخلها في اليمن قامت اعتمادا على تغطية، وقامت اعتمادا على علاقات وثيقة مع الدوائر السياسية في الغرب وفي الولايات المتحدة تحديدا. هذه الدول هي التي سهلت تدخل السعودية، هي التي أصدرت القرار 2216. لكن ما نلاحظه الآن أوروبيا أو أمريكيا أو حتى أمميا، نلاحظ في الأونة الأخيرة هناك نوع من الانقلاب الكامل ضد المملكة العربية السعودية على خلفية أزمة خاشقجي. الإعلام الأمريكي انقلب بنسبة 180 درجة بعد أن كان يرحب بالإصلاحات التي يقوم بها ولي العهد السعودي. أصبحت السعودية وولي العهد السعودي محل استهداف شديد القسوة من الإعلام الأمريكي. المؤسسات السياسية الأمريكية أيضا، الكونغرس بشقيه بطرفيها الديمقراطي والجمهوري، كل هذه المؤسسات يعني لأول مرة يتحدون في مستوى الانتقاد هذا تجاه المملكة العربية السعودية. دوائر البنتاغون والسي اي اي ووزارة الخارجية كلها تمضي في اتجاه واحد، ما عدا وضعية ترامب الذي يبدو مترددا الآن بين الانحياز للصفقات والعلاقة الشخصية مع ولي العهد السعودي، وما بين الضغوط التي تأتيه من المؤسسات السياسية في داخل الولايات المتحدة ومن الإعلام الأمريكي.
طيب سنتوسع في ذلك لاحقا، لكن دعني أسأل أيضا ضيفي من الرياض دكتور محمد آل زلفة. أرحب بك مرة أخرى دكتور محمد. أسألك السؤال المشترك ذاته، كيف ستؤثر الضغوط المتجددة أو التي يعني فاقمتها مسألة خاشقجي خلال الأيام الأخيرة على تعامل المملكة فيما يتعلق بالأزمة اليمنية؟ أولا أحب أطمن الأخ فؤاد أن المملكة العربية السعودية في موقع القوة، وتحمل المشروع ليس فقط المشروع الدفاع عن الشرعية اليمنية ومحاربة الوجود الإيراني في اليمن، إنما أيضا محاربة الوجود الإيراني في كل أرض عربية. الأمير محمد بن سلمان يحمل مشروع قومي عربي، أينما كان الأمن القومي العربي يهدد، المملكة العربية السعودية الجديدة تتصدى وتتحدى ولا يوهنها أبدا. هذه الضجة التي جاءت نتيجة قضية خاشقجي والكلام الآخر كلهم مفرحين بأنه خلاص المملكة العربية السعودية سقطت، سقط مشروعها، سقط أميرها الفذ الذي يعمل على مشروع العربي القومي والسعودي وكل ولذلك هذه الأمور، هذه قضية بسيطة جدا لا تؤثر على شيء. صحيح هناك ضجة إعلامية، هناك كلام فاضي وكلام كثير، كلمة أنه والله الكونغرس الفرعي وأن كذا وأن المجتمع الغربي والصحافة الغربية، هذه سمعناها من زمان ودائما تتحدى السعودي، ولكن هي ستقف الأخير مع مصالحها. بالنسبة للمسألة اليمنية، المسألة اليمنية هي قضية محورية في سياسة المملكة العربية السعودية وما عدوى التحالف لمناصرة الشرعية وإعادة الشرعية لبسط نفوذها على كامل اليمن، وفي الوقت نفسه إجبار الكهنوت الإيراني وأذرعه الكهنوتية الحوثية من الخروج نهائيا من اليمن إلا إذا عاد الحوثي، إذا هو يقول أنه مكون من مكونات الشعب اليمني، إلى الحوار اليمني الذي يقول يطالبه أن يكون حزبا سياسيا وليس بلشويا وليس إيرانيا وليس عدو للشعب اليمني. يعني هل ستزيد هذه الضغوط من فعالية وحسم المملكة فيما يتعلق بالملف اليمني تسارع العمل على الأرض، أم أن المسألة ستأخذ وقتا أطول؟ هذه النقطة من السؤال التي أريد فهمها منك. أن كانت الفكرة هو أن تحسم القضية فالفكرة واردة، لابد أن تحسم، وتحسم بموقف كامل من الشعب اليمني مع الشرعية ومع قوى التحالف الذين يقفون بقوة إلى جانب الشعب اليمني لمحاربة الحوثيين ومحاربة الجهل ومحاربة المرض ومحاربة المجاعة التي يدعي الحوثي، وكل وسلبية بعض المكونات اليمنية في اتخاذ مواقف صارمة من الحوثيين في إحداث الأذى للشعب اليمني من مجاعة وأمراض، ويحملون المسؤولية كما يريدون المسؤولية على السعودية ودول التحالف، ويقولون لعل المجتمع الأوروبي، لعل الصحافة الأوروبية، لعل التلفزيون الأوروبي، لعل الجزيرة، لعل كذا ينفعوننا، لن ينفعونهم أبداً، ولن تتوالى السعودية على جميع الأصعدة. طيب دعني أنقل هذا الكلام الذي تفضلت به إلى الأستاذ فؤاد عامر. أستاذ فؤاد، يعني يقول سيد محمد الزلفة أنه السعودية في موقع قوة تحارب وجود الإرهاب في كل، ولها مشروع قومي عربي أيضا، ويتحدث على أنها تحارب الفقر والمجاعة التي يعيش اليمنيون فيها. نعم، هناك فجوة كبيرة أصلا ما بين الخطاب المعلن لدى المؤسسات السياسية والإعلامية في داخل المملكة العربية السعودية وبين ما يعرف أن هناك فقنة وجهت له من المملكة العربية السعودية، لأن الشعب الآن المملكة العربية السعودية والإمارات انحرفت كثير. الدولة كان في عام 2005 المملكة العربية السعودية القضاء على كهنوت وعلى جماعة إرهابية كهنوتية سلالية قامت بالانقلاب على الدولة اليمنية، لكن هذا السعودية ومعها الإمارات تقوم الآن بحلقة سدنية. المملكة العربية السعودية والإمارات الآن تقوم بدعم ميليشيا في داخل عدن
تقوم بدعم الجيش في داخل حضرموت، تقوم بدعم الجيش في الساحل الغربي، في المملكة العربية السعودية الآن تقوم بطرد عشرات الآلاف من اليمنيين في داخل السعودية، المملكة العربية السعودية الآن تقوم باستهداف علامات وحدود في داخل المهرة من أجل قطاعها، من أجل مد أنبوب في داخل عن طريق المهرة، المملكة العربية السعودية لها أطماع على ميناء الخليج العربي، المملكة العربية السعودية تعطي غطاء على تدخلات الإمارات في داخل سوق قطر وفي داخل ميناء عدن، المملكة العربية السعودية والإمارات يعني خذلوا الشعب اليمني. والآن ما يجري هو عملية تقطيع للجسد اليمني بالمنشار الكهربائي، يعني في الوقت الحالي يعني بدل نسبة الأوجاع وصلت إلى 14 مليون إنسان، هناك تحذيرات الأمم المتحدة يعني في هذا المجال. المملكة العربية السعودية والإمارات منعت الحكومة داخل الأراضي اليمنية من أجل انعقادها في داخل الأراضي اليمنية، منعت الحكومة اليمنية أن تسيطر في أن تدير الشأن السياسي والإنساني والإداري في داخل اليمن. يعني كم نقول يعني هناك ملف، هناك يعني في القلب ما فيه تجاه تصرفات إخوتنا في المملكة العربية السعودية، للأسف هم خانوا الأمانة، ولذلك نقول أن هذه خيانة الأمانة هذه لن يستمر الغطاء الدولي كما كان سابقا، لن يسمح بعد اليوم. كانت السعودية نوع من التفويض الكامل في القرار 22/16، لكن مستوى الانتقادات وخسران المعركة على مستوى الإعلام الغربي، وأيضا قبل ذلك في المعركة الحقوقية أمام مجلس حقوق الإنسان، المملكة العربية السعودية أمام مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة في داخل جنيف قبل شهر تحديدا، لم تجد لها من حلفاء سوى كوبا وفنزويلا ودول ديكتاتورية 5 أو 6 دول. إذا كيف لا نقول أن هذه لن تؤثر؟ في مرحلة من المراحل سنجد أنفسنا أمام ضغط متعاظم تجاه المملكة العربية السعودية، واليمن والسعودية لم يقوموا بتجهيز سيناريو للمستقبل إزاء دراسة ما يمكن أن ما يقدم للسعودية في ورطتها الحالية نوع من المخرج. في الأمس يعني مثلا ولي عهد السعودي ذكر كل الدول أنه سيكون هناك ثورة وسيكون هناك نمو في داخل المنطقة العربية في البحرين وفي الأردن وفي غيرها، لم يذكر حتى اليمن. يعني رغم أنه إذا أرادت السعودية في الوقت الحالي أن تغازل الغرب، أن تخفف الانتقاد على مستوى انتقاد الدولي والهجمة الشرسة عليها، فلن تجد أكثر من الاستثمار في الملف اليمني. والاستثمار في الملف اليمني لا يكون باختطاف الحكومة الشرعية وجعلها في قصور الرياض. طيب هناك نقاط سنعود إلى التطرق عليها، لكن الآن فيما يهم يعني في نقطة، ودعني أنقل السؤال إلى ضيف الآخر محمد الزلفة، أنه الضغوط الدولية يعني بوضع الاعتبار ما تفضل به الأستاذ فؤاد عامر من أنه كان هناك تفويض شبه كامل بالنسبة للمملكة العربية السعودية فيما يتعلق بتنفيذ القرار الأممي 2216، والآن الحديث بات يدور أكثر حول الوضع الإنساني في اليمن وأن هذا التفويض يجب أن يتوقف. أستاذ محمد، دكتور محمد، الضغط يتزايد على السعودية، الضغوط الدولية نتحدث، كيف ستتعامل المملكة مع هذه الضغوط وهذا التزايد؟ مثل ما قلت لك، القضية أصبحت محصورة بين المملكة العربية السعودية وبين تركيا في قضية جنائية، والدولتين سيحلان المشكلة ويصلون إلى الحقيقة ويعلنونها للشعبين السعودي والتركي، أما الباقين فهم دخلاء لا علاقة لهم بهذه القضية إلا ابتزاز تركيا وابتزاز المملكة العربية السعودية، وهذا أمر لا يهمنا كثيرا. صريخهم وصياحهم ولياحهم في واشنطن ولا في برلين ولا في باريس من حيث تكون الأخوات، هذه كلها صريخ لهدف يعني ابتزاز للمملكة العربية السعودية، تعطيل مشروع المملكة العربية السعودية النهضوي القومي لمصلحة إيران. يتباكون على خاشقجي وهو مواطن سعودي، نحن الذين نتباكى عليه ونحن الذين سنقتص من الذين قاموا بهذه الجريمة، يتباكون عليه ولا يتباكون على الآلاف الصحفيين الموجودين في السجون التركية أو الموجودين على المشانق في إيران أو على في اليمن السعوديين. آخرها الأخبار اليوم 25 صحفي في صنعاء أخذوا وغيبوا، أين المجتمع الدولي يتكلم عن الأخوات اللي في باريس؟ لماذا لا يقول للأخوان في فرنسا الصحفيين اختطفون وقتلون وكذا ما كذا ما حدث ويحدث الآن في صنعاء؟ إذن القضية لا أحد يتباكى على السعودية، السعودية قوية، السعودية. طيب كيف ستتعامل يعني مفهوما يعني أنت تقول تشدد على مسألة أن السعودية قوية، لكن كيف ستكون آلية تعاملها
مع الملف اليمني في خضم وجود هذه الضغوط المستمرة ومسألة ما تصفه أنت بالابتزاز الذي يحصل على السعودية؟ يعني الملف اليمني أموره ماشية بشكل طبيعي. المملكة العربية السعودية تقف في الجانب الشرعية، تقف في الجانب الشعب اليمني. أكثر من 13 أو 14 مليار ريال دولار أو ريال سعودي صرف على التغذية وعلى إمداد الشعب اليمني، وهذا حق لا ليس فيه منه. ولكن الأخ فؤاد يقول إننا نطرد اليمنيين ونعمل كذا، المجتمع الأوروبي يتكلم عنه. لو حصل في اليمن ما حصل فيه الآن دون السعودية، كان ما في مليونين أو أكثر من مليون ونص يمني في المملكة العربية السعودية معززين مكرمين يعملون ويرسلون يتعيش الشعب اليمني وعائلاتهم على مدخولاتهم في المملكة العربية السعودية. لو لم يكن هذا، لو يكن لهم جار قوي وعظيم، إن كانهم الآن مشردين في الملاجئ في كل مكان في العالم، ويمكن ما حد حتى يستقبلهم، يموتون في الطرقات، يموتون في البحار. ولكن للأسف الذي يضر بالشعب اليمني هم من هم على شاكلة الأخوات، الذين لا يريدون لحكومة شرعية. دكتور محمد، أرجو منك أن لا ندخل في شخصنة المسألة. دكتور، أرجو منك أن لا ندخل في شخصنة المسألة مع الضيف الآخر حفاظا على هذا النقاش. لكن انظر لماذا يقول. كأن المملكة العربية السعودية ودول في الإمارات دول جاءت من أوروبا ولا من كان تبغى تستعمل اليمن. أنا ما أدري لمن يتباكون. أنا سمعت حديث حتى على فرانس 24 قبل كم ليل، واحدة يمنية تتكلم على أن السعودية واليمن والإماراتيين تأخذ ثروات اليمن. أنا ما أدري ما هي الثروات التي عريقين على السعودية واليمن والسعودية والإمارات في اليمن. الأخ الآن يقول لك أننا نبغى نستعمل البحر العربي ونستعمل كذا. نعم، البحر العربي بحر عربي لنا كلنا في الجزيرة العربية. مضيق المندب ما هو اليمن وحده، للمملكة العربية السعودية واليمن ضيق هرمز والمضايقات التي يحاول المستعمر الإيراني وميليشيات الحوثي وكذا أن يعطونهم أقدام والأوضاع في مياهنا العربية وفي أقاليمنا العربية وفي مضايقنا العربية. هل هذا هو الشعب اليمني الذي نعرفه؟ الشعب الحر الذي لا يقبل الا ان يكون طيب. عربي. امام كل هذه امام كل ذلك دكتور محمد، امام كل ذلك دعني اسال ضيف الاخر استاذ فؤاد عامر. يعني هو يتحدث على ان ضيف الاخر دكتور محمد يتحدث على ان المملكه يتم ابتزازها، يتحدث على انها الجاره التي تحتوي اكثر كما يقول اكثر من 2 مليون يمني يعملون فيها معززين مكرمين. ما الذي يفترض أن تقوم به السعودية أكثر مما تقوم به؟ ويتحدث عن 13 مليار دولار مساعدات أيضا. نعم، ضيفك الكريم الذي يتحدث الآن عن المشروع القومي العربي والسعودية وتواجه وهذه الشعارات الكبيرة، هذه شعارات الستينات، الشعارات الخشبية، هذه انتهت. الآن نحن نعيش عشر الدولة وعصر الدولة الوطنية القومية. كل بلد يجب أن تحترم البلد الآخر، كل بلد يجب أن تحترم حدود الآخر، كل بلد يجب أن تحترم سيادة البلد الآخر وعدم التدخل في شؤونه. مضيق باب المندب والبحر العربي هو لليمن، وإذا أرادت السعودية أن تستثمر في هذه الأماكن فعليها أن تدخل من الباب وليس من الشباك كما اللص. لا يجب عليها أن تقوم بزرع علامات ولا أن تقوم بالاستيلاء على أراضي داخل المهرة. لا يجب عليها أن تقوم بالالتفاف من الخلف. المملكة العربية السعودية الآن اختطفت الدولة اليمنية للحكومة التنفيذية، والآن المملكة العربية السعودية تقوم بتجميع أعضاء مجلس النواب في هجرة موسم الهجرة إلى الشمال لأعضاء مجلس النواب اليمني، من أجل أن تقوم بعقد لمجلس النواب من أجل توقيع اتفاقيات يعني تكون مقبرة تحت وصاية المملكة العربية السعودية، من أجل تسليم المهرة، تسليم يعني اتفاقيات مجحفة. إذا أرادت المملكة العربية السعودية أن تستثمر في البحر العربي وأن تستثمر في الموارد هي والإمارات، فعليها أن تأتي من الباب ولا تأتي من الشباك المصوص. لدينا الآن يعني كم عشرات الاتفاقيات، الغاز الروسي، الغاز الإيراني، كلها يمر عبر الدول الأوروبية، اتفاقية ند لند، مصلحة لمصلحة. تعالوا يا سعودية، حابين ننفر على البحر العربي لكن عبر الحكومة الشرعية، بعد أن تنتهي الحرب، بعد أن تحصل انتخابات، بعد أن تكون الدولة مؤسساتها في ظل سيادة بلد أمام بلد، لكن بهذا الأسلوب اللصوصي لن يحصل. وهذه الحكومة إذا لم تتخذ الآن مواقف
في يوم من الايام فستتحول الى حكومه مرتزقه. ماذا تفعل الحكومه اليمنيه في داخل السعوديه؟ انا الان قبل يعني اخر ندوه حضرتها الان في داخل يعني ندوات عن اليمن كلهم يتكلمون عن حرب، يعني تعريف الحرب اصلح الان تعريف ما بين الحكومه اللي ما بين النظام السعودي وما بين جماعه متمرده، فكره انه نسينا القضيه الاصليه وهي قضيه انقلابيه سياسيه في داخل اليمن، ولذلك يتم تحميل السعوديه الملف الحقوقي كما قلنا في مجلس حقوق الانسان عظمه قويه للمملكه العربيه السعوديه وللحكومه الشرعيه في ملف حقوق الانسان. الان المعركه الاخلاقيه والاعلاميه تخسرها، الان حتى الموقف السياسي بدات الاتحاد الاوروبي الان تعلق الاتصالات السياسيه مع المملكه العربيه السعوديه، بالامس البرلمان الاوروبي قام بتوصيه لمنع الاسلحه وبدات المانيا، قبل ذلك سبقتها اسبانيا، قبل ذلك مشكله مع كندا، قبل ذلك ايضا مشكله مع النمسا ومع السويد ومع دول كثيره. اذا نحن نبحث الان عن علاقه، نبحث الان عن اعاده صياغه العلاقه بين اليمن والمملكه العربيه السعوديه على اسس السياده، على اساس النديه، على اساس ان يكون لليمن حقهم في ان ينتخبوا يعني في اقامه مؤسساتهم السياديه، تنفيذ محركات الحوار الوطني، وهذا لن ياتي في الوضع الحالي مع حكومه مختطفه في داخل المملكه العربيه السعوديه، على اخواننا في المملكه العربيه السعوديه والامارات ان يدركوا ان للشعب اليمني خصوصيه، هذه الخصوصيه ان الشعب اليمني ليس كما الشعب كما الشعوب كما الدول في داخل دول الخليج، دول الخليج دول لها خلت حكم لها مش تاريخيه 400 سنه، اليمن لن يحكم الآن الدولة السعودية والإمارات حين يحاربون الحكومة الشرعية يعني كأنهم لا يريدون أن يكون هناك نموذج ديمقراطي في الجنوب قد يؤثر عليهم، وهذه قراءة اليمن والسعودية كانت طيب. إذا المسألة يعني تتلخص المسألة أستاذ فؤاد في أنه لماذا لا تتعامل السعودية مع الواقع اليمني بشكل أكبر من الجدية كما أفهم من كلامك، وأن تأتي من الباب لا من الشباك وتتعامل يعني بشكل واضح في هذا الخصوص. أسألك أستاذ الدكتور محمد، لماذا لا تريح السعودية رأسها من هذا الملف وتنهي الحرب في اليمن في أسرع وقت ممكن؟ وجه هذا السؤال للشعب اليمني الذين لم يحددوا موقفهم من حكومتهم الشرعية. هم يؤيدون هذه الحكومة الشرعية. نحن نتحدث الآن عن السعودية دكتور. ولا من صراخهم الفاضي الذي يقولون مثل صراخ الأخ فؤاد الآن أنه كذا وكذا وكذا وأن لكم خصوصية وأنكم مختلفين عن كذا وكذا. ماذا أنتم مختلفون عن السعودية والإمارات؟ إلا اللهم بسبب التخلف الذي أنتم فيه بسبب الحكومات التي مارست. لكن دكتور محمد، ألم يقل محمد بن سلمان في مقابلة ولي العهد السعودي في مقابلة تلفزيونية أنه يستطيع حسم الحرب في اليمن لكنه سياسة النفس الطويل هي في صالحه؟ هذا قال هذا الأمر. لا، ولماذا في صالحه يا أخي؟ ليه؟ هذا كلامه ليس كلامي أنا. بأي بلد؟ لا لا لا، هو كلامه على قناة الإخبارية السعودية. يا أخي يقولك نعم قال الكلام هذا لكن رأفة بالمدنيين اليمنيين الذين الحوثيين يريدون أن يستخدموهم دروعا بشرية، وهم فعلا يستخدمونهم دروعا بشرية. إذن أليس إنهاء الحرب دكتور أليس إنهاء الحرب أسلم للمدنيين؟ يحملون المسؤولية على السعودية؟ هذا لا، هذا ما هو صحيح. ولا لو يستطيع الأمير محمد الآن ولا القوات التحالف يستطيعون أن يحتلون الحديدة في 5 دقائق، ما هي كذا، يستطيعون ما يتركون ولا وجود الإيراني في أي مكان في الخليج البحر الأحمر أو في الخليج العربي. ولكن للأسف اليمنيين، بعض اليمنيين، ما أقول اليمنيين كلهم، اليمنيين شرفاء وقوميين وعرب وأصيليين، ولكن هناك من أندس بينهم لا يعملون من أجل مصلحة اليمنيين، يعملون من مصالح فردية، مصالح أقليمية، مصالح قبلية، مصالح جهوية، مصالح مذهبية، وهذه مأساة الشعب اليمني. ما أدري متى سيخرج من عباءة الفكر الإمامي المتخلف أو من عباءة الأفكار المستوردة المؤدلجة من أي مكان آخر أو من ضحك العرب، بعض القوميين العرب اليمنيين. أنتم يمنيين مختلفين عن السعوديين، مختلفين عن الإماراتيين، أنتم كذا وكذا، كأنهم مختلفين. يقول ابقوا جوعى، ابقوا مهملين، ابقوا ما حد يذكركم ولا حد يدري أنتم فين.
هذه مشكلة. دكتور محمد، دعني أنقل هذه النقاط إلى السيد فؤاد عامر. دعني أنقل هذه النقاط. إذا كان اليمنيون مختلفون فليبقوا على وضعهم الحالي، يقول دكتور محمد آل زلفى فليبقوا مهملين. يقول يتحدث هو أن السعودية تريد الحفاظ على المدنيين ولذلك ليست في وارد الدخول في معركة مباشرة على الأراضي اليمنية. عندما نقول أن اليمن مختلف، أن اليمن لا يختلف بأشكالنا أو بألواننا، نحن نقول أن اليمن له تجربة لتاريخ الدولة اليمنية وتاريخ سياسي مختلف تماما عن التاريخ الموجود لدى دول الخليج. دول الخليج لديها تخوف من تجربة ديمقراطية في داخل اليمن، وهي الحل الوحيد لحل في داخل اليمن للاستقرار في داخل اليمن هو أن يعبر عن كلنا. اليمنيين متنوعون، اليمنيين هناك مشاريع كثيرة، طرق تفكيرهم، يعني ابن حضرموت ميزانو غير ابن تعز ابن صعدة، عاد ابن معرب، هناك تنوع شديد، هناك اختلاف، هناك تناقضات، اختلاف في الافكار والمشاريع، وبالتالي كل هذه الاختلافات في الداخل اليمني لا يصلح لها الا حكم ديمقراطي حقيقي في داخل اليمن. في المملكة العربية السعودية التي تتخوف من تجربة ديمقراطية في داخل اليمن والامارات، هم يريدون ان تكون اليمن جزءا ايضا في سلوكها السياسي، في اختيارها السياسي من المملكة العربية السعودية، بمعنى ان تحكم ان يتم التعامل مع مجموعات او مع جماعات او مع اسره معينه او مع حاكم مستبد، وهذا الامر لا يمشي في حاله اليمن. يجب على المملكه العربيه، هم الاحرار، هم احرار في داخل الدول الخليج، هم احرار في اختيار نظامهم السياسي. هناك دول كما قلنا لها مشروعيه سياسيه تاريخيه بحكم انها من 300 400 سنه هي التي ربما اسست بين ظفرين هذه الدول التي داخل في دول الخليج، لكن نحن لنا تجربتنا السياسيه، ومن هذا الاساس نحن نطالب بأن يعني في قلب إعادة صياغة العلاقة الذي نطالب به بين اليمن وبين المملكة. طيب لماذا لا تطالب هذه المسألة؟ يعني لماذا لا تطالب بذلك للحكومة الشرعية التي هي من طلبت هذا التدخل من التحالف العربي؟ لماذا توجه الحديث للسعودية ولا تتحدث عن الحكومة الشرعية؟ لأن المملكة العربية السعودية هي التي تمنع الحكومة الشرعية الآن، يعني حتى وإن صرت بذلك، لكن الوقائع هي ما تشير إلينا. يعني إذا قال يعني في المثال اليمني، إذا كذبتك الأقوال دلتك الأفاعيل، يعني ماذا تفعل الحكومة الشرعية؟ السعودية الآن اختطفت، ليس فقط الحكومة اليمنية، السعودية الآن حينما الآن يصف الشعب اليمني بالتخلف، وأنا متأسف لهذا الكلام اللي يصدر من إنسان دكتور يعني يصف بالتخلف شعب كامل. المملكة العربية السعودية أوامل يعني إعادة تأسيس الدولة في داخل اليمن، المملكة العربية السعودية تدعم اللجنة الخاصة، كل الآن تدعم اللجنة لماذا تخصص مئات الملايين لشيوخ القبائل منذ عشرات السنين المملكة العربية السعودية؟ لأنها تريد أن تستخدم يبادر كأدوات رخيصة في تمرير مشاريع داخل اليمن. نطالب المملكة العربية السعودية والإمارات أن يتعاملوا فقط مع الدولة اليمنية، مع مؤسسات الدولة اليمنية، لا تتعامل مع جماعات، لا تدعم جماعة في الساحل الغربي، لا تدعم جماعة في داخل عدن، لا تدعمها في أي مكان، تتعامل مع كيان الدولة اليمنية وتقوم بدعم الدولة اليمنية. أقوم أخيرا أقصد المطلع للبرنامج، كنت أشاهد برنامج في يعني وثائقي عن تدخل الفرنسا في داخل مالي، هو نفس السيناريو المتدخل في تدخل المملكة العربية السعودية في داخل اليمن، حصل تدخل، جاء الغطاء الدولي، مجموعة شمال غرب أفريقيا تدخلت، حصل غطاء بعدين تصويت قرار دولي، لكن ماذا الذي حصل؟ طيب. انسحبت بعدين بعد أن انتهت لمدة أسابيع، لحظة انتهت يعني مجرد أسابيع، تم قمع التمرد بعد أن سيطرت الجماعات الجهادية على ثلثي مالي وكانت على بعد 40 في داخل العاصمة في داخل مالي، ثم بعد ذلك انسحبت إلى الصحراء فقط لوغاتي لحكومة. يعني إذا كل ما طالت الحرب كل ما زادت فاتورة التكلفة، الفاتورة والتكلفة على اليمنيين، على المدنيين تحديدا. هذا الأمر أسأله للدكتور محمد آل زلفى. دكتور، متى سيخرج السعوديون من مسألة التعامل مع اليمنيين من خلال اللجنة الخاصة؟ متى سيخرج السعوديون من التعامل مع المسؤولين اليمنيين كأشخاص وليس كدولة وكيان له كل الاحترام، وتتعامل بندية مع الملف اليمني؟ يا أخي يا عزيزي، اللجنة الخاصة انتهت، نحن في عصر محمد بن سلمان بن عبد العزيز، نحن في عهد جديد للدولة السعودية. من يتعامل إذن مع الملف اليمني؟ أسمع، أتعامل مع الملف اليمني. المملكة العربية السعودية ومع عدو الخليج قدموا مشروع حينما أقنعوا علي عبد الله الصالح بالتنازل، وعلى أساس أن يكون هناك حكومة مؤقتة ومنتخبة،
منتخبة ومؤقتة لحتى ما يصير الانتخابات العامة والرجوع إلى المخرجات الحوار اليمني. ولكن أخواننا في اليمن هم الذين خذلوا كل الشعب اليمني. الذين من هم بالضبط دكتور؟ من هم بالضبط؟ كرمال وجماعتها قالوا إنهم قادوا ثورة، وعلي عبد الله صالح شارك الثورة. الآن علي عبد الله صالح السعودية قالت صالح برا، والرجل هذا الرئيس الحكومة الحالية منتخب لفترة انتقالية، ومن ثم الشعب اليمني يقرر مصيره على ما يريد. ولكن يبدو أن الشعب اليمني، أن بعض الأطراف اليمنية كلهم تخلوا عن اليمن وتركوا للحوثيين الذين كانوا يحبلون لهم من الإذلال ومن المجاعات ومن الحرب التي لا. دكتور محمد، هل يفهم من كلامك أن ليس هناك مقاومة للمشروع الانقلابي في مناطق سيطرة ميليشيات الانقلاب؟ ألا ترى المقاومة الشعبية التي أيضا تتحول شيئا فشيئا إلى جيش وطني؟ جميل، نعم، وهذا ما يحظون. إذن كيف تقول أن اليمنيين لم يقاوموا وتركوا اليمن ودولة الإمارات والتحالف العربي؟ ولكن من الذي يمكن هذا الشعب اليمني، هذا الجيش اليمني الذي يريده أن يتكون؟ ليس جيشا في طاعة علي عبد الله صالح، بناه ثم سلمه للحوثيين بسلاحه ليحاربوا في الشعب اليمني. أنا أستغرب، في الدول كلها تبني جيوشها لتحمي شعبها وتحمي حدودها، إلا الشعب الجيش اليمني حماه علي عبد الله صالح وبناه لكي يضرب به الشعب اليمني، ما حارب في أعداء، اخترع له عدو اسمه المملكة العربية السعودية. بكل أسف والسعودية هي التي ساهمت في إعادة إعمار اليمن، في بناء اليمن منذ بداية تكوين اليمن الحديث. ولكن للأسف بعض الأخوان في اليمن لا يعترفون بالجميل، وهم بالطريقة هذه يضرون مصلحة مليونين ونصف يمني في السعودية مع أخوانهم ومع أشقائهم. ونتمنى اليوم الذي نرى اليمن ديمقراطيا كما يقول الأخ، ولكن ديمقراطيا حقيقيا، ليست ديمقراطية حوثي ولوثي وكلام فاضي وانقلابي وهزامي. طيب، إذا أنت تريد ديمقراطية حقيقية في اليمن دكتور محمد آزول، فسمعت ما تفضل به الدكتور أستاذ فؤاد، يريد يمنا ديمقراطيا حقيقيا. المملكة العربية السعودية تحاول إعادة إعمار اليمن وكانت مساعدة لليمن على مر السنين، لكن المشكلة دوما تكون في من يستلمون الحكم في اليمن. كانت في علي عبد الله صالح الذي خرجتم ضده في ثورة، وهذا يؤكد ما أو يشير ويؤكد ما يقول به دكتور محمد، والآن في من يستلمون الحكم من جانب الشرعية اليمنية. ليست المشكلة في السعودية، المشكلة في السعودية. عندما نقول المشكلة في السعودية، يعني هو سؤال بسيط، ماذا تفعل الحكومة؟ لماذا تصر، لماذا تمنع المملكة العربية السعودية الحكومة الشرعية تصر على الحكومة الشرعية في داخل المملكة السعودية؟ أستاذ فؤاد، هناك تقطع في الصوت. لماذا؟ نعم. نعم، لو تعيد كلامك لأن الصوت يتقطع. أستاذ فؤاد، سنحاول حل هذه المشكلة. أعود إليك دكتور محمد الزلفة. يعني الحديث عن مسألة أن المشكلة في الحكومة الشرعية ومن يستلم القرار لدى الحكومة الشرعية، هذا يقولون أن السعودية هي أكبر بلد لديها أو أكثر بلد لديها الخبرة في التعامل مع الملف اليمني، وأنت تقول ما يشير إلى ذلك. إذن لماذا لا يعني تقوم بالدعم بشكل فاعل أكبر على الأرض؟ لماذا ليس هناك تحركات حقيقية على مستوى العاصمة المؤقتة عدن، التي كانت أول محافظة حررتها قوات التحالف من ميليشيات الحوثي، لكن إلى الآن ليس هناك مشاريع إعادة إعمار حقيقية على الأرض؟ يا أخي وفر لي، عطني أمن. الذين يغذون القاعدة ويغذون داعش ويغذون المتطرفين الموجودين في اليمن والذين يريدون أن يفسدوا المشروع الإماراتي والسعودي لإعادة إعمار اليمن،
كان هناك نية صادقة. لكن دكتور ألم تقل قبل في بداية الحلقة أن التحالف موجود لإزالة الإرهاب؟ إذن هذه المهمة مناطة بالتحالف وليس باليمنيين البسطاء. للأسف المجاهدين من بعض أطراف الشعب اليمني هم الذين ضيعوا الفرص على الشعب اليمني، هذه المشكلة. دكتور محمد، أنت تقول في بداية الحلقة أن التحالف موجود لمحاربة الإرهاب وهو لصد أي وجود في الإرهاب في اليمن، إذن كيف نتحدث على أن المواطن اليمني يجب عليه أن يوفر الأمن حتى تعمل السعودية وتعيد إعادة الإعمار في البلاد؟ يا أخي هذا ما هو بلده، ما هو يجب أن يتعاون مع من جاء لبذل المساعدة. لكن أنت قلت قبل قليل هذه المسألة، كيف يمكن للشعب اليمني أن يعيد الإعمار يعني يوجد هذا الأمن؟ ما هي الأدوات التي يملكها دكتور؟ مثل مساعدة بالنهار وأخربها في الليل، هذه مشكلة، هذه مشكلة الشعب اليمني. وللأسف ترى أنا متخصص في تاريخ اليمن يا سيدي، أعرف مشاكله مع الدولة العثمانية ومع الدول المتنافرة ومع حكومات المدن والكذا. اليمن في تاريخه تقريبا إلا وضبات بسيطة كانت تحت حكومة مركزية، هو دائما حكومات أقاليم وحكومات عبيد وحكم حكومات بشكلها رسوليين مسؤوليين إلى آخره. لكن للأسف الشعب اليمني عام 62 كنا نقول هذه بداية للشعب اليمني، ولكن أيضا الشعب اليمني وبعض المثقفين هذا ذهبوا بعيدا إلى مصر والشام وكذا وكذا، واتخذوا موقف حدائي من جيرانهم من المملكة العربية السعودية، يعتبرونها العدو الأكبر. يعني مثل ما يعني الآن خلق الحوثيين مثل كأنه حزب الله مع إسرائيل، أنت بعض الأخوان في اليمن يتعاملون مع المملكة وكأنها إسرائيل، كأنها دولة ما لها علاقة مصاهرة جوار تاريخ مشترك مع المملكة العربية السعودية. إذا التفت هذه العقليات أعتقد أنه نستطيع أن نبني يمن، نبني جزيرة عربية متكاملة، نبني أمة عربية متكاملة كما يخطط الأمير محمد بن سلمان أن يبني أمة عربية في مجابهة كل أعداء الأمة العربية. لكن يا دكتور، ما يجري على الأرض الآن؟ هناك قوات على الأرض مدعومة من إحدى دول التحالف، نتحدث عن الأحزمة الأمنية في المحافظات الجنوبية التي تقف أمام الشرعية وتمنعها من ممارسة أعمالها بشكل فعال على الأرض. كيف يقوض التحالف من جهة الشرعية اليمنية، وأن تطالبها الآن من جهة أخرى بالعمل وتيسير الأمور للتحالف لإعادة الإعمار؟ أنا خوفي يا أخي العزيز، خوفي أن هناك من فعلا يعمل من أجل تشطيب اليمن قبل أن يتحرر اليمن. هناك من يريد يمنا جنوبيا، يقول الإمارات لا تدخلون فينا وإحنا كذا، وإعملوا على أساس أن ننفصل، وإذا كان عندكم نية غير هذا فنحن سنقوم مشروعكم. خلنا الآن نقول نحرر اليمن من الحوثيين ومن المتسلطين ومن النفعيين ومن المرتزقة ومن كل الأصناف اللي تجمعت على. طيب ما الذي يمنع التحالف ممثلا بالدولة التي تقوده السعودية؟ دكتور محمد، ما الذي يمنع التحالف ممثلا بالدولة الذي تقوده السعودية من إنهاء الحرب وإنهاء هذا الانقلاب في أسرع وقت ممكن؟ أعطينيها في نقاط. يا سيدي أنا أعتقد أن الأمر مرهون بإرادة الشعب اليمني. إذا تعاون الشعب اليمني بكل طوائفه وبكل مكوناته السياسية مع أشقائه الصادقين المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، ولا يصغون لكلام إخواني من هنا أو قاعدي من هنا أو داعشي من هنا أو انفصالي من هناك، فأعتقد أننا نستطيع أن نحل مشكلة اليمن. طيب دعني أنقل هذه النقطة إلى الأستاذ فؤاد الذي يعود إلينا. أستاذ فؤاد، إذا كان اليمنيون اجتمعوا على مشروع إنهاء الانقلاب، لو أرادوا سيقومون في ذلك في ليلة وضحاها مهما كانت هناك يعني أصوات تعارض ذلك. المسألة ليست بيد السعودية. نعم، المسألة حاليا طالما السعودية مسؤولة أخلاقيا وقانونيا وإنسانيا وحقوقيا عن كل المأساة اليمنية بكل تفاصيلها، ما دامت الحكومة الشرعية مختطفة في قصور الرياض، هذه نقطة على السطح. لكن من أجل التوضيح يعني خلونا نتكلم بنوع من الوضوح بدلا من رمي الاتهامات
وإلقاء اللوم على اليمنيين وتبرئات الساحة السعودية. نحن كلنا مخطئين، وأي حوار جدي من أجل إصلاح العلاقة وبناء مجتمع ودولة يمنية قوية ستكون سند للسعودية في أزماتها يجب أن يكون من باب المصارحة أولا. نعم، الآن محمد بن سلمان يقول في أكثر من مقابلة ممكن أن ندخل صنعاء خلال أسبوع، ثم كما يقول ضيفك يتعذرون بالفاتورة الإنسانية. لا، حقيقة ليست الفاتورة الإنسانية، أنا بسهلها لك، سأقولها بلسان الدكتور محمد بن زلفى. السعودية ودول الخليج لديهم خوف من أن البديل الذي سيكون للحوثي هو سيكون بديل إخواني، نتيجة لمستوى من العلاقة ما بين حزب الإصلاح ومع الحكومة الشرعية. نحن في إطار هذا الاتجاه لنقول بصراحة، ليقولها السعوديين صراحة، سنطالب جميعا بإعادة هيكلة الجيش اليمني وبإعادة هيكلة المؤسسات السيادية في داخل اليمن على أسس وطنية، بحيث لا يطغى، لا يكون هناك تأثير واضح لفصيل على بقية الفصائل الأخرى. ثم بعد ذلك تبدأ الدولة اليمنية بممارسة سيادتها على الأرض، بممارسة سيادتها على كامل التراب اليمني، بدلا من هذا التمزق وهذا التقطيع الحاصل للجسد اليمني من قبل إيرانه. يعني المسألة مش صعبة. نحن نقول المملكة العربية السعودية، يا جماعة للدولة السعودية، اطردوا هؤلاء، اطردوهم، تفويض من الشعب اليمني. الشعب اليمني الذي خرج قبل أسبوع، بعد أن قال قبل 4 سنوات شكرا سلمان، خرج قبل أربعة أسابيع يقول ليسقط التحالف، في يوم من الأيام سيأتي ويقول يسقط التحالف، يسقط الحوثي لتسقط الحكومة الشرعية. يعني المسألة مش صعبة. لماذا المملكة العربية السعودية تصر على الحكومة في داخل السعودية؟ طيب، تعالوا دعنا نصل إلى نقطة للمستقبل الآن أستاذ فؤاد. أسأل الدكتور محمد آل زلفى، الضغوط الدولية تتزايد على السعودية، مسألة قطع الأسلحة، التسليح وصفقات السلاح، الوضع في اليمن يزداد تكلفة خاصة في صفوف المدنيين، وهناك في الحديدة منذ يونيو الماضي أكثر من 500,000 مشرد من البلاد، من مناطق سكنهم. دكتور، كيف يمكن، ما هي الطريقة التي يجب أن تنهي فيها السعودية تدخلها في اليمن بأفضل شكل ممكن لليمن وللسعودية؟ أقول أخي يا أخي ويا صديقي، لا تعول كثيرا على قضية أن المملكة تتعرض لضغوط وتتعرض لكذا. صدقني لن تتوقف أبدا شحنات الأسلحة، ولن يتوقف الغرب والشرق وأمريكا كلها من الهرولة إلى السعودية، لأنهم يحتاجون السعودية، السعودية اللي تحتاجهم. طيب، دعنا نتحدث عن المستقبل في اليمن الآن دكتور، دعنا نركز على هذه النقطة. نعم، لكن أنت تحاول تدخل نفس الكلام اللي يقولونه أن السعودية تعتبر الدولة كذا وكذا وكذا وكذا، فقاعدة تقولون والله إذن. طيب، وضحت النقطة، تفضل. اهربي من اليمن بسرعة، هذا مستحيل يا سيدي، هذا مستحيل، هذا قضية قدرية، لن تترك السعودية أبدا وجودا لشيء اسمه حوثي إيراني. وأيضا الأخ الفؤاد يتكلم، نعم صف اليمن من الحوثيين الإيرانيين، صفهم من الأخوان المسلمين، صفهم من أيضا الانفصاليين. طيب دكتور، حدثني الآن عن المستقبل، بقي معي دقيقة واحدة فقط، كيف يمكن أن ننهي هذه المأساة في اليمن، ننهي هذه الحرب بأفضل شكل ممكن لليمن والسعودية في دقيقة؟ الأمر كل معظمه بيد الشعب اليمني، إذا التفحوا حكومتهم الشرعية ومسنودين بدعم قوي من الحكومة، من المملكة العربية السعودية، دولة الإمارات ودول التحالف، أنا أعتقد جازما أن المشكلة اليمنية ستنحل. طيب، أنقل إليك ذات السؤال أستاذ فؤاد، كيف يمكن أن تنهى الحرب في اليمن بأفضل شكل لليمن والسعودية كدولة جارة؟ لن نستطيع في نهاية المطاف أن نخرج من الجغرافيا. نعم، اليمن والسعودية قدران كل واحد للآخر يعني، ولذلك نحن نطالب إذا كان هناك من مجال للحل في المستقبل فيجب أن يكون هناك، أن تجلس الحكومة اليمنية مع الحكومة السعودية في لقاء مصارحة يتم فيه مناقشة كل أسباب الحرب وكل النتائج التي قد تؤثر على الأمن القومي لليمن في داخل السعودية. نحن نقترح في هذا الاتجاه أن يكون إعادة صياغة العلاقة مع المملكة العربية السعودية عبر اتفاقية مكتوبة، من خلالها يتم إعادة صياغة الوضع العسكري والأمني على جميع المستويات في الدار اليمني.
إعادة الحكومة اليمنية إلى داخل اليمن. على المستوى السياسي يجب أن تمكن اليمن من التصدير. لا نريد ال 13 مليار التي يمن بها علينا الأخ محمد بن زلفة. نحن نريد اليمن أن تصدر من موانئها، أن يعاد تصدير النفط، أن يتم تشغيل المؤسسات الحكومية. لا نريد ولا قرش ولا فلس واحد من المملكة العربية السعودية. ثانيا على المستوى العسكري، الحكومة يجب عليها أن تأخذ زمام المبادرة في 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 في, في إدارة المعركة العسكرية. تدخل السعودية يجب أن تدخل لوجستي وإشرافي وتبع، ويجب أن تتبع العمليات فقط، تتبع غرفة عمليات تشرف عليها الجيش اليمني فقط. على المستوى الإنساني يجب على الحكومة اليمنية أيضا أن تأخذ زمام المبادرة. يجب على المملكة العربية السعودية أيضا أن تبتعد عن أماكن الشبهات إذا أرادت علاقة صحية مع اليمن، أن تبتعد عن الشبهات في داخل المهرة. ماذا تفعل السعودية في داخل المهرة؟ طيب. وهي إذن أشكرك أستاذ فؤاد، ولا فيها أشكرك جزيل الشكر أستاذ فؤاد عامر الباحث القانوني، كنت معنا عبر السكايب من باريس. وأشكرك دكتور محمد الزلفة المستشار عضو مجلس الشورى السعودية السابق، كنت معنا عبر الهاتف من الرياض. الشكر لكم موصول مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة والإنصات. تقبلوا في نهاية هذه الحلقة تحياتي وتحيات الطاقم الفني والتحريري. إلى اللقاء في حلقة أخرى في أمان الله.